اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده فسفوريه ولكن بفكر طهوي لطيف وجميل وغير مكلف. دايما الفكر ما بيكلفناش فلوس، بيكلفنا ان احنا بنحب المطبخ، بنحب شغلنا، فبنبدع في شغلنا ونفكر فيه كويس. احنا عايزين نوصل العباره دي حتى في المطبخ. المطبخ النهارده معانا شويه كابوريا، معانا سمكة الدراك وزنها صغير تقريبا 600 جرام 500 جرام لسه بيبي، يعني الدراك او الكنعد بيسموه في الخليج، ومعانا شوية جمبري بالقشر زي الفل، يعني اللي بيعمل 30 او 20 حبة في الكيلو يعني او 15 حبة. هتعمل ايه يا شيف بالمشتريات بتاعتك دي او بحلقة السمك اللي معاك النهارده؟ جاي على بالي النهارده نعمل حلة كبسة لطيفة وحلوة ونشوف ازاي نقدر نعمل السمك الكنعد في اكله مشهوره جدا في الخليج اسمها المشخول، بيعملوها اخواننا في اليمن وفي الخليج، او الكبسه بسمك الكنعد الدراك. هنعملها النهارده مع بعض، ولكن هنخلي السمكه سليمه ونحشيها تتبيله كده لطيفه وحلوه هتعجبكم ان شاء الله. وحاجه جديده معانا كابوريا نتي لطيفه وزنها تقيل، الكابوريا محمله يعني فيها لحم من جوه من الاشي، هنعملها صينيه صياديه. يعني ايه صينيه صياديه؟ تفاصيلها هنشوفها ان شاء الله في الحلقه بعد ما نقدم الحلقه بتاعتنا. معانا كمان جمبري قشر، الجمبري ده يا عم الشيف هتعمل فيه ايه؟ انا القرع العسل بتاعنا هنا المعروف في مصر بنمشي على الطرق كده بيعجبنا شكله وشكله اللطيف الحلو، فانا جبت حبايه قرع حلوه كده بالشكل ده كده. هعمل القرع الجمبري جوه حبايه القرع ديت، وبعد كده نصطاد الجمبري من قلبيها، فكره جديده يعني. القرع ده بثلاثه تعريفه، يعني بنلاقيه عند الراجل الفكهاني محدش عايز يشتريه بصراحه. وانا اخدت شويه حاجات من عنده في الاخر عجبني دي، قال لي خدها مش هدفع ثمنها، فاتبسطت قوي على فكره، يعني دي ببلاش ولكن قيمتها الغذائيه بجد والله العظيم تعلو قمه الهرم. القرع العسل ده مفيد جدا اللي هو اليقطين، فخلونا نستفيد بيه حتى لو هنعمل جمبري. هنشوف هنعملها ازاي الفكره اللطيفه الحلوه، هتعجبكم ان شاء الله لو جبت نص كيلو جمبري مش كل يوم تعمليه صياديه وكل يوم تعمليه مقلي او مشوي. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل بافكار طهويه وفكر طهوي لطيف وأكلة سمك النهاردة ما حصلتش، وعلشان إحنا بنحبكم بنعيد الحالة دي يوم الجمعة من كل أسبوع. أو تروحوا بيت تابعوني بعد الفصل. نطلع فاصل يا فاروق ولا نكمل؟ أنا معاك. طيب هنطلع فاصل صغير، ولازم قبل ما نعرف الفاصل أنا هعمل دلوقتي الكبسة اللي هو المشخول أو الكبسة بالسمك الدراك الكنعد بطريقة سهلة وبسيطة مش تاخد منا 10 دقايق. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لفكر طهوي جديد بخبرة عظيمة لحبايبي اللي بيتابعوني على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ووقتنا في البرنامج بتاعنا ده أكلة أمي، وتقريبا بيعمل 50 دقيقة مشفي يعني 45 دقيقة بعد الفواصل، فبستغل كل ثانية في البرنامج أو في الحلقة يعني علشان وقتنا من دهب. أنا حطيت الصينية على النار، كنت حطيتها في الفرن على فكرة، كنت شفتها وأنا بحط الطاجن بتسخن عشان أكسب وقت، وحطيت في قلب الصينية دي شوية زيت زيتون وبحط بصلاية كده. وهعمل دلوقتي مع حضراتكم كبسة السمك الكنعد أو الدراك. نستأذن فريق العمل الجميل مقادير الكبسة أو المشخول، المقادير على الشاشة والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. بصل، جزر، سمكة الدراك أو الكنعد ده المسمى بتاعها في الخليج أو في مصر، حلقة السمك أو بالشكل ده كده، ومعانا رز بسمتي سلقته تلات أرباع سوا زي ما بعمل البرياني جاهز معايا، بحط شوية ملح وفصين من الحبهان علشان الرز ده يستوي. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ قول لنا بتعمل ايه الله يبارك لك علشان ما نزعلش منك. جبت صينية زي ما حضراتكم كده شفتوا، رصيت فيها شوية بصل مع توم مع بهارات مع جزر مبشور، والصينية على النار شايفين الجو ده كده وانا شغال.
بلعب يعني، وريش حاجه الصينيه وانا برص فيها اللي بيجي قدام ايديا. زيت زيتون ده شويه كده على السمكه، ركزوا معايا. واجيب السكينه الصغيره دي كده، اللهم صل على النبي، وافتح السمكه دي يا عم الشيف كده من ايه، من ظهرها. علل ولماذا؟ علشان التتبيله والبهارات تخش جوه لحم السمكه. السكينه بس طبعا انت بتعمليه ازاي كده يعني، انت افتحيها وهي بره النار. حلو. واحط مكان الشق ده يا عم الشيف فص توم حلو كده علشان يدي طعمه. وانا شغاله. والسمكه بتستوي على النار. هتبدا لما تستوي الشق ده يفتح. الله يبارك لك يا رب. وسنه خضره كده وانا شغال. وهي على النار بكسب وقت. هتعمل ايه بعد كده يا عم الشيف؟ مع بعض خطوه خطوه. الرز بتاعنا اللي احنا سلقناه قبل كده بننزل بينا كده. يلا اللهم صل على النبي. نعم يا غالي. لا انا هحط شيء اشياء ميه صغيره بس مش هحطه دلوقتي. طب دي هتتقدم ازاي دي يا شيف؟ دي هنقلبها يوم السمك يظهر على الوش والرز ايه واخد طعم السمك. ما خدتش منك وقت والله، لو دخلت المطبخ تعملي كوبايه شاي اعتقد انك هتاخد منك وقت اكتر. سمك ماكريل حابه بتعمل 600 جرام تقريبا. زي الفل. ده فانت السمكه هو ده. الله عليك. بحط شويه جزر كده على الوش عشان لما الجزر ده يستوي زي البرياني كده بيدي طعم حلو. الله عليك. سنة خضرة. عندنا مية بتغلى على النار زي الفل، خدتش منك وقت. اللهم صل على النبي. وننزل بالمية دي كده هنا. يا ويلي زلزال. بدأت أشم ريحة الإيه؟ الكنعدة والماكريل. زفارة مفيش زي الزفارة مكان بينا. وأسيب بقى الصينية دي في الفرن تتشرب. يوم البخار يطلع يعشعش فين يا عم الشيف؟ في لحم السمكة. بس كفاية هو ده. ونغطيها. فكرة كلفتك حاجة؟ خالص مفيش. ثلاثة تعريفة فكرا طهويا ولكن خبرة كبيرة. ورقة زبدة دي مهمة جدا على فكرة عشان الورق الفويل ما يتفاعلش مع الحاجة اللي بنحطها في النار. ونقفلها كده كويس وهندخلها الفرن. قد ايه يا شيف؟ 10 دقايق بالكتير خالص. اللهم صل على النبي. وهي على النار. واقفليها كويس، خلي بالك مطلوب قفلها كويس. يلا نصلي على الحبيب قلبك يطيب. القرع العسله في الفرن زي الفل، بتستوي بتاخد راحتها. حلو الكلام. هنشيل دي يا عم الشيف وندخلها الفرن. ببساطة خالص. سخنة خلي بالك. اللهم صل على النبي. في قلب الفرن كده نبص عليها كده نظرة الوداع يا فاروق. الله يبارك لك. نظرة الوداع. سمك ماكريل أو سمك كنعد أو سمك دراك، كل الأنواع. عايزة تعمليها بالبور اعمليها، عايزة تعمليها بالوقار اعمليها زي ما أنت حابة، ولكن يفضل سمك الكنعد أو الدراك أفضل حاجة لعمل الكبسة زي إخواننا طبعا في الخليج لما بيحبوه مشغول كبسة بالسمك الكنعد، ودي أكلة معروفة. هتعمل إيه يا عم الشيف دلوقتي؟ أنا هطلع دلوقتي صينية السمك اللي في الفرن أهي. دي صينية جامدة خلي بالك، دي لازم بقى نشتغل فيها إزاي. عايز أغرفها برضو بشكل جديد لحضراتكم كده. اللهم صل على النبي. أهو هو ده. دي بقى اللي فيها الايه؟ البهريز زي ما بيقولوا. فيها السمك، فيها الرز البسمتي. نعم يا غالي. والله حسب الرغبه. بيقول لي ممكن تتعمل. ده سؤال من السوشيال ميديا ولا من حضرتك؟ قول لي. انتوا الاثنين. ايوه. تتعمل برز بسمتي ولا رز مصري؟ سؤال وجيه وحلو بصراحه يعني. والله زي ما انت عايز، ولكن يفضل للامانه رز بسمتي.
لسه ما خلصتش. زي الفل تمام. هتعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ زي ما هي كده، ربنا يعيننا على اللي هنعمله ان شاء الله. هوبا معايا فرسان التلفزيون المصري معايا. نصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انا مش هشيلها غير لما نصلي على الحبيب. حاضر عيني. حلو. عملت ايه يا شيف؟ حاضر. ارفع يا باشا. اللهم صل على النبي. ايه ده يا عم الشيف؟ احنا بنجيب الكنعت، بنجيب الدراك يعني. بقى لما نشوف بقى البصلايه المحمره والسمك طالع اهو. شفت السمك؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ استوى اهو. بص على عينك يا تاجر. البياض والحلاوه عندنا. فص السمك مع شويه رز صياديه مع الكشنه والبصل والجزر من المطبخ العربي السعودي، لطيفه وجميله ازاي. ممكن تقطعيه جزر، ممكن تحطيه سليم. بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. الف هنا وشفا. نروق الدنيا بتاعتنا. مطبخنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين استعراض لاكله سمك حلوه لطيفه. بتعملها في الاسبوع؟ بتعملها مره في الشهر؟ وقت ما تعمليها تعمليها، ولكن لازم تعمليها بفكر طهو جديد. عملنا الرز كبسه النهارده بالسمك الدراك. عملنا كمان يا عم الشيف حاجه حلوه، شويه جمبري حلوين طاجن في قلب حبيت القرع العسلي. وعملنا صينيه كابوريا صياديه بطريقه جديده وطريقه لطيفه للاولاد الصغيرين كمان يقدروا ان هم يقززوا الكابوريا وهي امنه بالخلطه اللي جواها. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.